المحترمات، حضرات سيدات، حضرات السادة المستشارين، أود أن أوضح في البداية أن وقوفنا اليوم للجواب على أسئلتكم الآنية في هذا الموضوع الذي هز الطبقة العاملة والشعب المغربي وكل المغاربة، وكما قلنا وعبر عن ذلك العديد من المتدخلين أن هذا الموضوع غير مطروح للمزايدات لما كتوقع الكوارث، وخاصة لما نكون في مجلس المستشارين، مجلس الذي تمثل فيه كل حساسيات وفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، والمنتخبون ما أوضحت بالنسبة لنقطة التحقيق أو البحث الإداري، هذا قرار مولوي سامي، ولا نقبل التشكيك فيه. طبيعة الحال نحترم سلطة المؤسسة التشريعية أن تبادر إلى إجراء بحث أو للتقصي، هذا مسألة نحترمها وهذا هو الدستور. البحث الإداري يقوم به المفتشون العامون في الوزارات، وهذا هو القانون. ولما سينتهي البحث الإداري سيعلن عنه أمام الشعب المغربي وأمام الرأي العام. سوف لن، كما قلت وأنا أوافق تدخل ديال أحد السادة المستشارين المحترمين لما قال ضرورة ترتيب الجزاءات، إذا ثبتت اختلالات سترتب الجزاءات. هذا التوضيح الأول. للتوضيح كذلك جاء في جوابي نيابة عن السيد وزير الداخلية وبقية زملاء الوزراء اللي معنيين بهذا الملف ووزارة التشغيل والتكوين المهني، أن البناية التي احترقت كانت تتضمن كما جاء في كافة التدخلات مسيجة، ولما قلنا مسيجة فتحت قوسا وقلت بدعوى حتى لا نقول ما لا نقول، بدعوى بعض المؤسسات أنها للحفاظ على سلامتها من سرقة تقوم بتسييج النوافذ، في الوقت النوافذ موضوعة للتهوية وتستعمل ذلك كأدوات الإغاثة، وهذا هو الطبيعي. فهذه كما في تقديرنا، سواء في التقدير ديال العناصر البحث الأولية أو كذلك التقدير من خلال معاينتنا المباشرة في المكان، أنه بالفعل ما كانش إمكانيات ديال بعض النوافذ يمكن الضحايا أنهم يستعملوها للنجاة من لهيب النيران، هذه حقيقة ولم نقلها في سياق أو سياقات أخرى. كنبغي نأكد أن الفرق الأولى من الوقاية المدنية تدخلت بالفعل في 26 دقيقة بعد وقوع الحادث، وليس كما قال أحد السادة المستشارين ساعة ونص، 26 دقيقة كانت الفرق الأولى من فرق ديال الوقاية المدنية في عين المكان. وهنا لابد من تنويه بالدور اللي لعبوه رجال ونساء الوقاية المدنية في عين المكان، وكذلك التنويه بدور السكان والعمال في المنطقة الصناعية اللي تجندوا لمساعدة فرق الوقاية المدنية في العمل ديال التدخل ديالهم في هذه الحادثة المفجعة. بالنسبة للمسألة ديال التأمين، أود أن أوضح أن حسب التحريات اللي قمنا بها توصلنا أن الشركة مؤمنة ضد كل كوارث
من ضمن الحريق من العمال الذين يشتغلون فيها أو العمال موضوعين رهن إشارتها في إطار التشغيل وكالة التشغيل الموقت، كلهم مؤمنون لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولدى شركة التأمين في هذا المجال ضد حوادث الشغل وكذلك بقية. وفي الصدد مباشرة تشكلت كما سبق للقول خلية مشكلة من وزارة التشغيل والسلطات المحلية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل التسريع بوتيرة منح ذوي الحقوق حقوقهم. ويمكن نقول بأنه هذه الخلية جاهزة لمنح العائلات والضحايا. كيبقى بعض الضحايا اللي لم يتم تحديد هويتهم لحد الآن هما الذي يمكن يتأخر هذه العملية. وكذلك كان هناك تعليمات سامية جلالة الملك من أجل التكفل بالضحايا وأسرهم وذويهم.